المترجمون اليوم في منافسة شديدة مع الآلات والذكاء الاصطناعي، ومع تطور قدرة الترجمة الآلية وسرعتها الفائقة وقدرتها على حفظ النصوص المترجمة في ذاكرتها، أبدى بعض المراقبين قلقهم من الخطر المحدق. هذا اليوم ننظم هذا اللقاء، تنظم ليسيسكو هذا اللقاء العلمي حول الترجمة العربية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. هذا النشاط أو المؤتمر العلمي ينظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للترجمة الذي يصادف 30 من سبتمبر من كل سنة. وهذه السنة اختار له الاتحاد الدولي للترجمة شعار الترجمة تميت اللثام عن الأوجه المتعددة للإنسانية. فهذا اللقاء يجمع ثلثا من الخبراء والممتهنين مادة الترجمة وكذلك الطلاب والباحثين من المغرب ومن خارج المغرب. فكما تشاهدون اللقاء فرصة لتبادل الخبرات وتبادل التجارب في هذا الميدان، وكذلك النظر إلى مستقبل الترجمة العربية في ظل هذا المولود الجديد اللي هو الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية. مركز الترجمة في ليسيسكو هو مركز خدمي داخل المنظمة، أنشئ منذ إنشاء المنظمة سنة 82، وهذا المركز يقدم خدمة الترجمة إلى لغات عمل المنظمة اللي هي العربية والفرنسية والإنجليزية، وهو حجر الزاوية في إبلاغ رسالة المنظمة إلى البلدان الإسلامية أولا وإلى بلدان غير الإسلامية. فبالتالي الترجمة هي جزء أصيل وحجر زاوية ومهمة ضرورية من أجل تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي والحضاري بين شعوب العالم الإسلامي وكذلك بين شعوب العالم الإسلامي والأمة الإسلامية وكذلك بلدان الأخرى غير الإسلامية. الترجمة ليست فقط دائما مسألة النصوص الأدبية أو النصوص العلمية أو حتى الترجمة المهنية، ولكن أيضا في استعمالات الحياتية اليومية، في شراء التذاكر، تذاكر القطار، تذاكر كيف تتعامل مع الآلة. لكن يجب أن تكون الصياغة مصاغة بطريقة سهلة، تستطيع أن خوارزميات هذه الآلات أن تضبطها وتتعامل معها بشكل دقيق حتى لا تسبب مشاكل. من هنا كان التفكير حول هذه القضايا، واللغة العربية بكونها لغة عالمية لها نصيب وحظ من هذه الأبحاث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولهذا نلتئم اليوم للتفكير في هذه القضايا وللخروج بتوصيات أرجو أن تكون نافعة، خصوصا وأننا نحتفل في هذه الأيام باليوم العالمي للترجمة. ينعقد هذا المؤتمر الدولي الذي نظمته منظمة المؤتمر الإسلامي ليسيسكو في مرحلة دقيقة إجازها في الحقيقة العالم. فالترجمة كانت دائما أداة وصل وتواصل بين الشعوب والثقافات، وبالتالي يجب أن تتكيف وتتأقلم مع المستجدات الجديدة. فاستعمال الترجمة الآلية والبرامج المعلوماتية أصبح شيئا ضروريا، فبالتالي هذا المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة، وأعتقد أن الخلاصات التي ستتمخض عنه ستجعل خارطة طريق جديدة للمهتمين بالترجمة سواء تدريسا أو بحثا، لتعميق البحث في أنجع السبل للارتقاء بالترجمة إلى المستوى المطلوب، مع يعني الاستعمال المعقلن للذكاء الاصطناعي، وبطبيعة الحال مع الاستثمار كذلك الأمثل في العنصر البشري ليكون قادرا لتكييف الآلة وجعلها في خدمة الإنسان. في إشعار مهنة الترجمة والتعريف بها والعمل على وضع أسس المدينة راسخة للتكوين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.